الطريق ده، وده اصلا كوبري ضعيف وما ينفعش، سابوه وسابوا تصليحه ومسكوا في ده. لا 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 لا. ينفع كده طريق شغلنا رايحين جايين رايحين جايين عليه كل يوم، سابوه ومسكوا في ده من ساعتها. مش هصلح الحاجه اللي وقعت الاول؟ بيصبوا فيها يا استاذ، ما بيصبوش الاربع باكيات. روحي شوفيها، مش شايفين مسكوا في ده. روحي شوفيها حضرتك، روحي شوفيها حضرتك، روحي شوفيها. في مشروعين بيتكلموا في نفس الحته لنفس الناس، احسن تبقى الدنيا واقفه. ايوه مش ايوه ده صح، دي مش كان فيها عيشه الشمال. ايوه ايوه، ما احنا ما قلناش حاجه، بس برضه كانوا صلحوا الاهم ده، احنا رايحين جايين عليه كل يوم. قلت له ايه؟ الله ينور، كتر خيركم، بس كده ماشي عشان الناس تقدر نفسها تتفتح، يعني مش كده ولا ايه؟ يعني بيتصلح ده هيصلح؟ ما بيصلح يا ستي معالي المحافظ. بص تلاقي راجل بيشتغل هناك دلوقتي، وانا جاي عشان كده. احنا نتمنى كده، احنا نتمنى كده، لان طريقنا كده خطر اصلا. انا هاخد معاكي رحله واديكي هناك واوريكي راجل شغال ولا مش شغال. خلاص انا جاي من هناك دلوقتي. معالي المحافظ انا ساكن هنا.